خلاص معرض الكتاب الدورة رقم 53 على الأبواب، ودي أحسن فرصة تشتري فيها أحسن كتب. ففي الفيديو ده من غير ما أطول عليك، سواء أنت رايح أو مش رايح هديك أهم النصايح. جهزت حاجتك؟ رحت معرض الكتاب من بدري؟ جاهز تدخل معرض الكتاب؟ أول نصيحة أقولها لك وأهم نصيحة، انسى رجليك خالص في اليوم ده. النصيحة اللي بعد كده، اوعى تدلق على الكتاب أول ما تشوفه. مش أول ما تشوف الكتاب يا لهوي الكتاب ده هنا أنا لازم أشتريه، لازم أدفع فيه ثروة حياتي. اوعى، هتندم والله هتندم. انت في معرض الكتاب كل ما بتمشي خطوتين هتلاقي كتاب اجمد من الكتاب اللي قبله. وعشان كده لسه نصحك من شويه، تاخد معاك نوته وقلم، هتطلع النوته الحلوه بتاعتك والقلم بتاعك وهتكتب انا لقيت كتاب كذا، دار نشر كذا، سعره كذا. في اخر اليوم او بعد شويه، بعد ما بتمشي شويه حلوين، بتبدا تراجع النوته اللي معاك والكتب اللي معاك. انت مثلا معاك 100 جنيه، بتشوف انا اهم حاجه عندي اشتري كتاب ايه، وبعد كده كتاب ايه، وبعد كده كتاب ايه، فبتشتريهم بالاولويه، بحيث ان الكتاب اللي انت تبقى شاريه ما تبقاش ندمان وانت بتشتريه وتقول يا ريتني كنت وفرت فلوس وده انا لقيت كتاب احسن منه.